السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن سمان جديد خالص، أول مرة أنزله على القناة. طبعا ده يا جماعة من السمان، أقدم أنواع السمان اللي وجدت في تاريخ البشرية، ومن السلالات الأصلية للسمان أو السلالات الأصيلة. طبعا يا جماعة السمان اللي احنا شايفينه ده يا جماعة النهاردة بإذن الله ده سمان وجد عند القدماء المصريين، وجد في افريقيا عامة موجود فيها هذا النوع من السمان، وبدأت يبدأ يحصل اللي هو ايه التكاثر والتجانس بينه وبين انواع تانية من العالم بقى الاوروبي، واللي هي مع نتيجة اللي هي ايه اللي هي الرحلات بتاعتهم اللي هي بتبقى اللي هي بتبقى الهجرة السنوية لطيور السمان يا جماعة، والمعروفة احنا بالنسبة لنا بتيجي لنا هنا بتبدأ من شهر حوالي اخر 11، يعني فصل الشتاء بيبدأ السمان يجي لنا من اوروبا. وطبعا زي ما الناس اللي عارفين اللي هم بي بي يعني بي بيقنطوا او بيسكنوا في السواحل اللي هي بتاعة البحر المتوسط، عارفين ان الموسم بتاعها بيجي نتيجة ان الناس او الناس اللي هم الصيادين بيبدأوا يحطوا الشبك بتاع الصيد السمان على السواحل، علشان طبعا هو بيجي على يعني ايه بيجي على مسافات واطية، علشان بيدور على اي شط عشان ينزل فيه، لان طبعا بيبقى جاي من مسافات عالية جدا او مسافات طويلة جدا، فبيمشي على ارتفاع يعني يدوبك 3 متر بالكتير جدا او مترين، علشان اول ما يشوف اي ارض ينزل يقف عليها، لان طبعا بيطير بايام وليالي يا جماعة بدون توقف، نتيجة ان طبعا بيبقى ماشي في بحر باستمرار. فنرجع بقى لمرجعنا وايه موضوع السمان ده. طبعا يا جماعة اللي انا شفته ان في نوعين من السمان، اللي هو القديم دوت نوع بيسكن جنوب شرق اسيا يا جماعة، الجنوب الشرقي دوني في اسيا، اسمه السمان الازرق او يعني ايه بيبقى بطنه لونها ازرق. اما اللي هو بيبقى فيه عندنا هنا في افريقيا يا جماعة اللي هو اللي على لونه بني، وبيطلق عليه اسم طائر الضحاك او طائر السمان الضحاك او طائر الضحاك هو بمعنى الاصح يعني. وبيبقى يا جماعة زي ما انتم شايفين نفس الشكل بتاعه كده، بيبقى اسود على بني منغبش كده، تمام زي ما انتم شايفين. طبعا ما اقولكوش ان انا يعني ايه علشان اجيب كمية السمان دي، يعني انا لفيت عليها اكتر من اسبوع او اكتر علشان اتوصل للكمية دي يعني، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقني بعد يعني ايه بعد فترة كبيرة جدا من التدوير، والحمد لله ربنا ايه وقعني فيهم والحمد لله رب العالمين. طيب طبعا احنا بنسمع كلام جامد جدا عن طبعا احنا عندنا زي ما انتم سامعين السمان الابيض اللي عندي هيتهبل على الاشكال الجديده دي، يعني الدكر واقف عمال ايه عايز يخش يصبح يضرب التاني، يعني ايه يصبح عليه بعلقه، يعني زي ما بيقولوا ايه يصبح على صاحبك بعلقه، فهو طبعا مش عاجبه ايه المناظر الغريبه الساده دي، يعني انت هتجيب لنا هنا شويه عبيد عندنا مش ناقصين. فالمهم يا جماعه الخير، طبعا زي ما انتم شايفين كده باذن الله السمان ده بقى يا جماعه احنا باذن رب العالمين هنستولده، وهنعمل منه تكاثر، هنعمل منه حلقات كتيره جدا علشان نجيب اخره ونعرف اوله باخره، لان بصراحه بيقال ان السمان الملكي ده يا جماعه او السمان اللي هو الضحاك، السمان ده يا جماعه بيقول لحضراتكم بيوزن اوزان يعني خارقه للعاده، اوزان كبيره جدا بيصل الى حتى 750 جرام. طبعا انا يعني مستغرب لهذا الوزن. المهم نتمنى من الله بس يعني، لان انا يعني انا الصراحه شايف ان فيه هجين، يعني هو فيه شكله نفس الشكل اللي هو انا شفته على الانترنت، لان دخلت عملت بحث كبير على موضوع السمان دوت بالذات اللي هو الملكي علشان اقف عليه واعرف بالظبط هو ايه حكايته.
فاللي انا شايفه يا جماعه ان في برضه، يعني انا ده حاسس ان بعض السمان دخلوا الهجين. فالله المستعان ان شاء الله. طبعا بيقولوا ان هما برضو السمان ده بيبيض بدق، يعني ايه يعني ما بيفلتش ولا يوم، بيبيض باستمرار ما شاء الله يعني. فطبعا ده الكلام ده كله انا ما هقدرش ان انا يعني اجزم بيه الا ما اشوف بعيني واوزن قدامي. وطبعا زي ما بيقولوا برضو انه مقاوم للامراض جامد جدا، ويعني حاجه بقى زي ما بيقولوا ايه، حاجه من بتاعه الفراعنه الخارقه. فالله المستعان يا ربي. ايه تابعوني ان شاء الله، علشان طبعا انا جبتهم على اساس ان هم يكون حجمهم كبير، ووزنهم برضو يعتبر معقول. انا ما وزنتش، بس يعني على ما مسكت كده، يعني الام تقعد لها مثلا في 300 جرام، والذكر في حوالي 270 او 280، يعني هو مقارب للسمان الابيض في السن بتاعه ده. لان ده يا جماعه خلي بالكم برضو السن بتاع السمان دلوقتي ما يزيدش عن 25 يوم، يعني انتوا شايفين ما شاء الله 25 يوم والذكر بيذكر، يعني ما شاء الله. طبعا هو شكله كده ايه، يعني الحمد لله الموضوع مبشر. فالله المستعان يا رب ييسر لنا امرنا، ويطلع فيهم ايه يعني ناس، ان احنا ناخد نقدر احنا نقفل نفقس منهم باذن الله، ونعمل تكاثر. والله لو جاب نتيجه معانا احنا نبدا ايه نغير المشروع بتاعنا من السمان الابيض للسمان الملكي، او السمان الافريقي، او السمان الضاحك. طبعا هو دول كل الاسامي بتاعتهم، تمام. فدعونا كده بالخير ان شاء الله، ان ربنا يصل لنا امرنا وتابعونا. واللي ما اشتركش عندنا في القناه يشترك، علشان خاطر هنشوف ايام جميله جدا مع السمان اللي هو الملكي دلوقتي. زي ما انتم شايفين الانثى شكلها عامل ازاي، تمام. طبعا فيها البن زي ما انتم شايفين، الريش بتاعها على بني كده على اسود. انا بصراحه اول مره طبعا في حياتي رب السمان الملكي ده، او الضحاك، لان هو الضحاك ده اللي عندنا يا جماعه اللي هو في افريقيا، بيسكن افريقيا. ده طبعا سمان من زي ما احنا قلنا من اقدم انواع سلالات السمان. فالله المستعان. وكده يا جماعه الخير، يبقى قدامنا ان شاء الله حاجات هنعملها. طبعا انا نزلت لهم مضاد حيوي، لان بصراحه انا خفت يعني ايه عليهم، لان ايه عايزين ياخدهم تحصينه جامده كده. طبعا هو الراجل الذكر عايز يلقح، هو دي حاجه مبشره برده كويسه. الله المستعان، ربنا ايه يكرم، وايه ناخد منهم ان شاء الله خلفه كويسه. والله المستعان. طبعا زي ما انتم شايفين الحجم بتاع السمانه الام، انا بعتبر والله حجمها على 25 يوم، يعني حجم كبير يعني. يعني ما شفتوش انا طبعا في حتى في السمان الابيض، معقوله انا عندي السمان الابيض اهو يا جماعه فوق داخل على 28 يوم، يعني لسه اشبال. دول ما شاء الله ذكرهم وشكلهم، يعني انا بحس ان هم بس طبعا من ضوافرهم، لان احنا طبعا احنا بنعرف السمانه من حجم السمانه او عمر السمانه من ضوافرها. طبعا دول ضوافرهم رفيعين صغيرين خالص يا جماعه، ده يدل على انهم يعني لسه صغيرين، ما هماش لسه ايه يعني ما كبروش. فان شاء الله باذن رب العالمين انتظرونا في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. هنفقس ونبدا نجمع بيض، بس طبعا انا ايه اول ما هفرز ان شاء الله النهارده السمانه. انا عندي، انا شايف النهارده عندي ذكرين، هم اللي ذكروا قدامي. فانا طبعا انا جايب 7 سمانات، هم دول اللي كانوا موجودين، يعني ما اقولكوش في حوالي 200 سمانه اللي جم في وسطهم. فان شاء الله باذن رب العالمين هنشوف كده الاحوال. وتابعوني، اللي ما اشتركش زي ما قلت هيشتركوا عندي. وانا بطلب منكم ان المره دي تدوني لايك، علشان انا محتاج بصراحه ان الفيديو دوتي يطلع لكل الناس، لان بصراحه الموضوع مهم جدا. وفعلا لو السمان دوتي يعني بيحقق الاوزان اللي بيتكلموا عنها في الانترنت دلوقتي، او البلوم بتوع البحوث، يبقى لا، يبقى احنا ده نمره واحد في التربيه. لان طبعا لما يدي وزن اعلى من الابيض، بيقول 750 جرام، فطبعا ده احنا لسه هنشوفه قدام مع بعض، هل فعلا هو حقيقي هيعمل 750 جرام النتايه، ولا هم برضو ايه مش بيكذبوا علينا. ممكن يكون في انواع تانية، مش هنقول يعني ان هم بيكذبوا علينا،
فاحنا معاهم هو دي. وان شاء الله انا برضو لو لقيت اي انواع جديدة هجيبها ان شاء الله، عشان خاطر نشوف برضو الافيد للناس ايه ان احنا نبدأ نربي. وكده يا جماعة الخير، يبقى وصلنا لنهاية الفيديو معاكم، احبكم في الله.